مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 والقنوات الناقلة والمعلقين. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم جدول مواعيد مباريات كرة القدم التي ستقام اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، حيث تقام اليوم مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري التركي والدوري المصري وكأس ألمانيا. أولا مباريات الدوري الإنجليزي، حيث تقام مباراة واحدة بالجولة 29 وهي مانشستر سيتي وولفرهامبتون، حيث تقام في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والحادية 11 مساء بتوقيت السعودية والثانية 10 منتصف الليل بتوقيت الإمارات. تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 وبين سبورت اتش دي 2، والمباراة بتعليق عصام الشوالي. وتذاع المباراة أيضا عبر القنوات التالية إدمان أذربيجان وبي تي سبورت اتش دي 1 واس سبورت اتش دي 1. ثانيا مباريات الدوري الايطالي، حيث تقام مباراتين بالجوله 25 وهي كالتالي: المباراه الاولى لاتسيو وتورينو، حيث تقام في تمام الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر و8:30 مساء بتوقيت السعوديه، وتذاع المباراه بث مباشر عبر قناه بين سبورت اتش دي 3، والمباراه بتعليق حسن العيدروس. المباراه الثانيه يوفنتوس وسيبيزيا، حيث تقام في تمام الساعه 10:45 مساء بتوقيت مصر و11:45 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 3، والمباراة بتعليق محمد بركات. مباريات الدوري التركي، حيث تقام مباراتين بالجولة 28 هي كالتالي: المباراة الأولى غازي عنتاب بي بي كي ضد جنتشلر برليجي، حيث تقام في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مصر و4:00 عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 التركية. المباراة الثانية يني مالطيا سبور وبيشكتاش، حيث تقام في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر و7:00 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1 التركية. مباريات الدوري المصري، حيث تقام 3 مباريات بالجولة 15. المباراة الأولى الجونة ضد سموحة، حيث تقام في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت مصر و4:00 عصرا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي. المباراة الثانية مصر المقصة ضد المقاولون العرب، حيث تقام في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت مصر و6:00 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت 2. المباراة الثالثة المصري ضد بيراميدز، حيث تقام في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر و8:00 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي 1. مباريات كأس ألمانيا، حيث تقام مباراتين بدور ربع النهائي وهي كالتالي: المباراة الأولى يان ريجنسبور ضد فيردر بريمن، حيث تقام في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر و8:30 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة سكاي سبورت 2 اتش دي الألمانية. المباراة الثانية بروسيا مونشنجلادباخ ضد بروسيا دورتموند، حيث تقام في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مصر و11:45 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة سكاي سبورت 2 اتش دي الألمانية. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.